Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire une vidéo de la chaîne. Donc, vidéo d'aujourd'hui, ma grande amie d'Ahta, je vous remercie à tous et à toutes les personnes qui ont été abonnées à la chaîne. Pour les personnes qui sur Instagram, vous allez savoir que nous avons 10 000 abonnés sur Instagram. يعني ما بقاش الخدمه غير في اليوتيوب ولينا بدينا كنكبروا حتى في الانستغرام. بغيت نشكركم بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للناس اللي يلاه كيدخلوا يتفرجوا في القناه واول مره غادي يشوفوا لا فيديو ديالي، كنقول لهم ما تنساوش تبركوا على زر الاشتراك وديروا لي لايك في لي فيديو اللي عجبكم بيان سور. وبالنسبه للبنات اللي كيكتبوا لي بلي ما كيتوصلوش بالفيديوهات ديالي، الا بغيتوا توصلوا ما خاصكمش ديروا غير اشتراك، خاصكم تضغطوا على الجرس اللي كاين حدا سابوني باش يوصلكم الجديد ديال لي فيديو ديالي. دونك كيف ما كتشوفوا من العنوان، الفيديو ديال اليوم غادي يكون ان جيف واي، غادي يكون هديه واحدة من المتتبعات، ولكن هذه المتتبعة خاصها تكون كتابعني في انستغرام. حتى هو عارفه بلي بزاف البنات ما عندهمش انستغرام، ولكن ما نقدرش ندير لو تيراج وصور في اليوتيوب، كاينين بزاف ديال لي فوكونت، كاينين بزاف الناس اللي داخلين بسميات ماشي ديالهم، يعني ما نقدرش ندير هذه المسابقه هذه في اليوتيوب. وكيف ما معروف يعني بزاف اللي كيديروا هاد المسابقات كيديروا في الانستغرام. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش ان كونت انستغرام، راه ساهل باش يعني يفتحوا كونت انستغرام ديالهم. اصلا لو تيراج وصوغ ما غادي يكون على يعني اون سيمين عاد باش غادي ندير لو تيراج وصوغ. بون غادي نبارطاجي معكم كلكو زارتيكل، وغادي نبارطاجي معكم دي زارتيكل اخرين، مي بالنسبه لو جيف واي يعني ما غاديش تعرفوا لي زارتيكل حتى تشوفوهم اون فوتو في الانستغرام. هادشي اللي غنبارطاجي معكم ماشي كله غادي يكون في لو جيف واي، مي غادي يكونوا دي زارتيكل من هادشي فيه. اول حاجه بغيت نبارطاجيها معكم البنات اللي متابعيني في انستغرام ديجا شافوها، هما هاد لي برودوي هادو ديال ناريمان كوزميتيكس. ديجا درت اون فيديو اللي استعملتهم صراحه زوينين بزاف بزاف. هذا ليكزوليشن فاستر، هذا غوماج ديال غوماج كيدار خاصو يدار على لابو اللي ما تكونش يعني نقيه. الريحه ديالو زوينه، مصايب دي برودوي 100% ناتوريل، يعني ما فيهش دي برودوي ماشي ناتوريل. و ليفي ديالو زوين سوغ لابو، فاش كديروه كتحسوا بلابو ديالكم كتنقى بزاف وكتفتح البشره يعني سوغ بلاز. كيدار 3 فوا بار سيمين. بالنسبه للبنات اللي انتريسي غادي نخلي لكم لاباج ديالهم انستغرام في صندوق الوصف. وكاين هاد الارغان اند عود، هذا بودي اند هير، يعني هذا زيت كيتستعمل للشعر و لو كور، مي انا استعملته حتى في الوجه ديالي حيت هذا غير زيت ارغان، فيه الريحه ديال العود، ريحته واعره بزاف بزاف بزاف. لي بري صراحه ما عارفاش لي بري اكزاكتومون، وقيله هذا داير 230 وهذا داير شي 180 الى عقلت، مي سيروا تاكدوا في لاباج ديالها. كدير لا ليفريزون في المغرب كامل، ولي برودوي صراحه زوينين زوينين، يعني ما غتندموش الى خديتوهم. دونك هادو اول حاجه غنبارطاجي معكم. ثاني حاجه غنبارطاجي معكم هاد لو نيتوايون هذا ديال لي بلندر، توصلت به هو ولو بلندر ديالو. صراحه لو بلندر كيف ما كتشوفوا زوينه لا كاليتي ديالو، ومعاهم هاد لو سوبور هذا اللي كيتحط فيه البلندر ديالكم. صراحه هذا كيف ما كتشوفوا باقي ما حليتوش، مي شفت بزاف ديال اليوتيوبرز استعملوه يعني هكا اون فيديو نيتوايو بي لي بانسو ديالهم وبسطح البلندر. دونك هذا كي نيتواي مزيان مزيان لي بانسو كيوليو نقايه نقايه، يعني نقيين بزاف. وماشي غير لي بلندر يعني ديال لا مارك، نيتوايو بهم لي بلندر اللي عندهم كاملين. وكيف ما كتعرفوا لي بلندر زوينين في ليوتيليزاسيون ديال فون دو تان. انا كندير فون دو تان بالبانسو، مي كنكمل وراه يعني بالبلندر باش كن استومبي به الفون دو تان مزيان. و واحد لو برودوي اللي كنت هضرت لكم عليه ديك المره، قلت لكم كانت وصلت بمجموعه ديال المنتوجات من عند بانكود و كان ما وصلونيش هاد لي لاشز هادو. صراحه انا ما كنعرفش نركب لي تيل، وما استعمل ركبتهم شي جوج المرات. كيف ما كتشوفوا انا ديجا عندي يعني صفار الطوالين، كنقول الا مشيت حتى استعملت لي فوسيل غادي ياثروا لي على الشفار ديالي ويقدروا يطيحوا. دوكو ما كنستعملهمش، مي عجبوني بزاف يعني شحال طوالين وزوينين. دوكو خديتهم وقلت علاش لازم ما تيستيهمش، مي
كنظن انهم ils vont faire partie du giveaway حيت غادي غير يضيعوا حيت عارفه راسي ما غنعرفش نلصقهم هما ولاكول ديالهم. دونك فوالا كيف ما قلت لكم البنات هادو غادي يكونوا ان شاء الله في لو جيفوي. بالنسبه لو ليان ديال هادشي كامل هادو خديتهم من بانغود لي ليان ديالهم غنخليهم لكم حتى هما في صندوق الوصف. ودابا غنبارطاجي معكم هاد لي زارتيكلي توصلت بهم من نفس الموقع اللي هو نيو شيك حتى هما اي حاجه لو بري ولو ليان غادي يكونوا في لابار دانفو غادي تكليكيو على لو ليان غيديكم ديريكتومون عند لو برودوي ولو بري ديالو. اول حاجه هو هاد لو هايلايت هذا صراحه الباكاجين ديالو واعر بزاف بزاف داكشي ديال بنيته الصغار مي زوين تشوفوا كيفاش داير. وفيه 3 تانت كاين هذا بيض غير كيبان لكم في شي لون هذا غوز وهذا شويه موف مي انا كنستعمل لو بلوس هاد لا كولور هادي. و كيف ما قلت لكم الباكاجين ديالو زوين هذا الا كنت عاقله داير شي 15 دولار ان طول كا غنخلي لكم لو ليان ديالو في لا بار دافو. من بعد كاينه هاد لا باليت هادي ديال كونتورينغ فيها 12 لون فيها 12 لون فيها لو فير فيها مهم ديال الكاموفلاج كتجي بحال هكا دونك فوالا. اي كاينه واحد لا باليت اللي حتى هي كتجي هكا الباكي ديالها لا باليت كتبان صغيره مي فيها الصراحه بزاف ديال لي كولور دونك ها هما لي كولور اللي فيها كيف ما كتشوفوا فيها لي كولور زوينين بزاف دي كولور فلاشي صراحه انا لي فارا بوبيير الا جيتو تلاحظوا بلي انا ما كنخدمش بلي فارا بوبيير اللي هكا فيهم دي كولور كنخدم غير بدي كولور نيود مارون يعني ما كنعمرني ما استعملت وصراحه ما كنعرفش نستعمل لي كولور فلاشي. غادي نحاول ان شاء الله نبدا ندير دي تيتو هكا ب يعني بهاد لي كولور بحال هكا مي غير غادي نتعلم فرنسي باسكو انا بيان سور ماشي ميك اب ارتست. دونك فوالا كاينه هاد لا باليت هادي هاد لا باليت هي غادي تكون في لو جيفواي فوالا. اي واحد لو كود كور بلاتي نحلو عاد باش نهضر هكا هاد لي بانسو هادو صراحه هاد لي سيت هادو عندهم دي بانسو لي صراحه زوينين زوينين بزاف. انا واخا نعيا ما نشري في لي بانسو ما زعما ما كندمش على لي زاشا ديال لي بانسو ها لا كود سيرين ها يعني كل وحده ولو ستيل ديالها مي هاد المره هاد لي بانسو غادي يكونوا ليكم بيان سور ما غاديش ناخذهم انا عندي سوفيزامون دو بانسو ما عنديش هاد لو ستيل هذا مي جي ديسيدي انه غادي نعطيهم لكم في لو جيفواي. دونك كاين 3 4 5 6 كاينين 7 ديال لي بانسو صراحه زوينين لا كاليتي ديالهم واعره صراحه هاد لي ستيل شينوا لي بانسو ديالهم ما غاديش تندموا انكم خديتوهم. دونك هادو حتى هما غيكونوا في لو جيفواي. اي ديرنييرمون الحاجه اللي غنبارطاجي معكم هي هاد لي بيلاتور هذا هذا تا هو خديتو من لو سيت نيو شيك. دونك هاد لي بيلاتور راه كلكم كتعرفوه كي ما صراحه لي زانفورماسيون راه ما قريتش راه غير عاد غنحلو راه دابا شحال باش وصلني وما عمرني ما حليتو زعما شفت كي داير من الداخل يلا حليتو شفتو مي ما عرفتش واش كيتشارجا كيتشارجا مي فاش كتستعملوه كتستعملوه بلا لا شارج يعني بلا ما كتبقاو مبرونشينو في البريد حيت انا كان عندي براون وبراون خاصكم تستعملوه وهو مبرونشي الى عقلت مبرونشي فلاشر مي هذا كديروه يتشارجا في شارجور ديالو ومن بعد كتستعملوه. دونك شوفوا لا كولور ديالو في هاد لو كوغاي هذا والبيض و كيجي بحال هكا فين كيتحط باش كيتشارجا هذا الشارجور ديالو وهذه لابغوس باش كتنيتوايوه من بعد ملي كتساليو صراحة زوين بزاف لو بري ديالو ما عقلتش عليه مي حتى هو غادي يكون ان شاء الله في لو جيف واي. دونك كيف ما شفتو درت لكم دي برودوي اللي صراحه زوينين اختاريتهم يعني بحال خديتهم ليا انايا مي غادي يكونوا يعني اوفير اون بارمي فو يعني وحده منكم غادي تشارك في لو جيف واي
وغادي تربح هاد لي زارتيكل هادو كيف ما قلت لكم ماشي هادشي كامل مي كاينين دي زارتيكل اللي غادي يكونوا في لو جيف واي كيف ما قلت لكم باش تشاركوا ما عليكم غير انكم ديروا ان كونت انستغرام و تابوناو لاشين ديالي وغادي تدخلوا غتلقاو لا فوتو فيها هاد لي برودوي وفيها لا ريغل باش تشاركوا في المسابقه اشنو خاصكم ديروا جيسبر يكون عجبكم هاد لي زارتيكل هادو جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو البنات اللي ما غاديش يقدروا يديروا ان كونت انستغرام ولا ما عندهمش كيفاش يديروا جو سوي ديزولي مي كيف ما عارفين راه لي جيف واي كيكونوا سور لاشين انستغرام يعني اللي متبعني في يوتيوب يقدر يتبعني حتى سور انستغرام فوالا هادشي اللي كاين تلاقاو ان شاء الله في انستغرام اليوم غادي نحط لكم لا فوتو او لا غدا وغادي نحط لكم لي ريغل دو جو بيان سور و جو فو دون رونديفو في فيديو ما جاي ان شاء الله ما تنساوش تابوناو في لاشين وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديو ديالي وبسلام عليكم.